سي عمر، اولا هاني انا على الثقه اللي داروا فيك لا فيراسيون. واش يمكن لك تشرح لنا هذا البرنامج الجديد اللي كلفوك به الجامعه؟ شكرا. هذا البرنامج الجديد اللي هو غي رافدين بعد هذه 3 شهور هو كيجمع واحد العدد ديال اللاعبين المغاربه اللي هما فيهم في ليكيب ناسيونال واخرين باقيين صغار شويه وجدد ان شاء الله المستقبل. الهدف منه شنو هو؟ الهدف هو يحسن هاد كل اللاعبين اللي هما في هذا البرنامج باش يمثلوا بلادنا باحسن طريقه ممكن. فيه دابا على ما شفنا اليوم شي تما غيكون شي 17 ولا 18 لاعب اللي هما جايين من المغرب كلهم. هاد اللاعبين كلهم عندهم واحد الفرصه باش يتدربوا كما كاع المدربين على الصعيد العالمي باش يكونوا محترفين، وحنا غنتكلفوا بهاد المهمه. والتدريب غتكون في الدار البيضاء ولا غتكون في جميع انحاء المغرب؟ دابا غنكون في الدار البيضاء، ولكن كاينين اللعابه اللي هما غيكونوا في الرباط، كاينين اللعابه اللي غيكونوا في طنجة. مازال ما شناش لعني بالضبط شكون اللي غيكون هنا ولا هنا، ولكن هذه الفكره باش يكونوا هنا وهنا. الدار البيضاء هو اللي غيجمع اغلب ديال اللعابه، وانا اللي غنكون مسؤول على هاد اللعابه كلها. اذا غادي تكون دي زيفالياسيون، غادي يكون تقييم ولا غادي لي زيفالياسيون تعملوا شحال هادي؟ انه كاع هاد اللعابه اللي عيطنا عليهم وهذاك الشيء كاينين منهم اللي جاوا جداد اليوم، اللي هذاك لي فاليسيون راه تعملات عليهم مع الجامعه مع المدير التقني. كاين شي لعابه اللي هما راه غيدخلوا، كاين شي لعابه اللي هما خصهم يمشي يدرسوا شويه على حسب. دابا كاين فيها واحد شويه ديال كل واحد واشنو هو كيشوف المستقبل ديالو، ومن هذاك الطريق غنشوفوا شكون اللي غيكون في هذه الجهه وشكون اللي غيكون في الجهه الاخرى باش نتكلفوا بهم واحد الطريقه اللي هي اصلح لهم وغي يوجدوا راسهم للمستقبل. اذا نتمنى لك التوفيق، وحنا على يقين بالتجربه ديالك ان شاء الله غتنفع هذا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.